السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمثل خبز الشعير أحد أشهر أنواع الخبز في كثير من بلدان العالم، وذلك نتيجة لمذاقه الفريد وقيمته الغذائية التي يقدمها للجسم، إذ بغناه على مستوى الألياف فهو يعزز نمو بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يحسن امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي تحسين عمليات الهضم. أما باحتوائه على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، فهو يقي الجسم من الأورام الخبيثة. وأخيراً ما يهم السكري، فإنه رغم انخفاض مؤشره الجليسيمي، إلا أن حمله المتوسط يدرجه ضمن قائمة الأطعمة التي يجب تناولها بحذر من قبل مرضى الداء. إذ حال معاناتك من السكري، وترغب في الاستفادة من منافع خبز الشعير المصنوع من الحبوب الكاملة، فينصح حال انضباط جلوكوز الدم لديك بتناول شريحة إلى شريحتين منه، أي حوالي 50 غراماً مرفقة بمصدر للبروتين كبيضة مسلوقة، وذلك خلال حصة واحدة في اليوم. ولكن تجدر الإشارة إلى ضرورة قياس تركيز الجلوكوز في الدم بعد مرور ساعتين من تناول الخبز، وذلك بغية الاستقرار على الكمية المناسبة بدقة. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول خبز الشعير، وإلى موضوع قادم إن شاء الله. دمت ومن تحب بصحة وعافية.